غادي يجي الوقت اللي غادي نعدد بالاسم وبالمباريات كيف انهزمت فريق اولمبيكا سافي في مباريات البطوله دوره باخرى والحكام المعنيون. وانا لا اتحامل على اي حكم، انا مسؤول على ما اقول. فريق اولمبيكا سافي ينهزم بحكام يخافون من الفرق الكبرى. ضاعت لنا ضربات جزاء في اسفي واحتجينا، مشاو لنا هدف تيقول لك التلاحم. وانا قد جي المناسبه اللي غنعدد المقابلات من الدوره الاولى الى الدوره 22، الحكام اللي انهزمنا معهم وكيف انهزم فريق اولمبيكا سافي. الفرق الكبرى عندما تنتصر تشكر الحكام، وعندما تنهزم تنتقد الحكام. هذا هو الواقع. واذا كانت البطوله بغي يلعبوها يلعبوها باربعه الفرق بيناتهم، وخلونا حنايا نبقاو تنلعبوا بيناتنا وهما يلعبوا على البطوله الشامبيونز ليغ وكاس العرش وغيرهم من المقابلات. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه. لوماتان سبورتس، نظره جديده للصحافه الرياضيه.